مساء الخير. أسطول الدبلوماسية الأمريكية هنري كيسنجر يشطب 100 عام من التوغل السياسي على الكرة الأرضية التي لاعبها بكرة نار ملتقطا جائزة نوبل للسلام. وبرحيله فإن العالم الذي عاش مع اسم كيسنجر حربا وسلما لن يعترف برجل آخر في محفل التنقيب الدبلوماسي حتى ولو كان من وزن جان إيف لودريان. يترك هنري كيسنجر وراءه أمريكا بلا أوراق اعتماد ويلقنها في مماته دروسا في الجراحة الدبلوماسية التي أمسك بمبضعها فحاز من خلالها على جائزة كبار الثعالب السياسية. لا تنساه دول عاصرت آراءه المندفعة إلى الحروب، آثاره لا تزال بصماتها على كمبوديا وفيتنام ودعم حكومات قمعية مناهضة للمعسكرات الشيوعية في أمريكا اللاتينية. لكنك عندما تذكر كيسنجر فإن الاسم يقودك إلى الرجل الداهية الذي استطاع أن يحفر في التاريخ أكثر من رؤساء أمريكيين على مر العقود. والدهاء ميزة أخفق بها الدبلوماسي الفرنسي جان إيف لودريان في لبنان، فبعد جولات في الفراغ انتهى إلى الفراغ المثلث، وسيغادر لودريان بيروت غدا على أصفار رئاسية وأمنية وعسكرية. لكنه وللمرة الأولى يسجل في جولاته إشكالا سياسيا بعد حوار الدقائق المعدودة مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. فكيسنجر التيار بنسخته المقلدة فئة ميرنا الشلوحي انقض على الموفد الفرنسي لدى سماعه بطرح التمديد لقائد الجيش. وفي المعلومات أن لودريان بدأ بطرح 3 بنود تتعلق بالقرار 1701 ورئاسة الجمهورية والتمديد لقائد الجيش، طالبا من باسيل تجاوز خلافاته في سبيل ضمان استمرارية المؤسسة العسكرية وعدم وقوعها في الفراغ. لكن رئيس التيار طلب شطب هذا البند، فأصر لودريان على بحثه لكون المسائل الثلاث في صلب مهمته موفدا من الرئاسة الفرنسية. وإذ سمعت استشاطة باسيل إلى خارج الغرف المغلقة فإن الموفد الفرنسي هم بالمغادرة وأنهى الاجتماع في الدقائق الأولى لبدئه. وبخلاف النيران التي اندلعت من مقر التيار، جاءت زيارة لودريان إلى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد لتحمل عبارات التعازي أولا، ثم تقديم ما يشبه التهاني على انضباط حزب الله في عدم توسيع رقعة الحرب جنوبا والتزامه قواعد الاشتباك. لكن هذا الغزل الفرنسي للحزب سيحمل معه لاحقا فك ارتباط في قواعد الاشتباك، لأن البند الأول في مهمة لودريان يتوغل في تحريك القرار 1701 وإنشاء منطقة آمنة تهدف في ترسيمها إلى حماية إسرائيل. وسيأخذ هذا الطرح نقاشا في الأيام المقبلة سواء تحت سقوف الأمم المتحدة أو فرنسا، غير أن تطبيقه سيستلزم من الرعاة سؤال إسرائيل أولا عما إذا كانت ستتحلى بخطوة التنفيذ وتعلن انسحابا من المناطق اللبنانية المحتلة، فيما إسرائيل الآن تعيش اليوم بيومه وتمدد الهدنة المؤقتة وتعد أسراها في سراديب حماس وتحتسب لنهار ستشرق فيه الشمس على قيادات فلسطينية معتقلة ستشكل نكسة ثانية بعد نكسة 7 من تشرين. أما في النكسات المتفرقة فقد تلقت إسرائيل اليوم طعنة من حماس في قلب القدس المحتلة، وفوجئ العدو بالعملية البطولية النوعية التي نفذها شقيقان فلسطينيان وأسفرت عن 3 قتلى بينهم عميد المحكمة الحاخامية في أشدود الحاخام أليمالك وسرمان و12 إصابة بعضها بحال خطرة. وإلى أن تخرج إسرائيل من حال الخطر يمكن لها نقاش القرار 1701 ومندرجاته التي ستنزلها عن مرتفعات لبنانية.